ربحيتنا من اول ما تكلف الرئيس الحريري نحن بعدنا على موقف واحد وعم نكرره كل يوم وعم نقوله كل يوم، هو موضوع وحده المعايير. ومبارح تبينت احدى المواضيع، يعني وقت كنا عم نحكي عن موضوع التسميم هذا كله كان مخبى ورا اصبعه وعم بيقول انه الرئيس المكلف هو بيسمي وما بعرف شو. تبين ساعه امبارح من الرئيس بري عم بيقول انه لا هني بيسموا بمحل معين. فخامة الرئيس شريك اساسي بالتسميه بكل الوزراء مش بس المسيحيين والمسلمين، هيك الدستور بيقول. حدا يخبرنا شو بدكم تعملوا بالوزراء المسيحيه؟ حدا يجي يطلع يصارح الناس يقول هول الوزراء المسيحيه كيف بده يتم التعاطي معهم؟ ليش عم يتخبى ورا اصبعنا؟ أنا برأيي في محاولة للعودة لما كنا قبل 2005 بموضوع التعاطي بتركيب الحكومة. اليوم في محاولة من الرئيس الحريري مشان إنه والله في هذه الحصة المسيحية بدنا نرجع نشوف كيف بدنا نغير قواعد اللعبة فيها، وهذه شغلة ما بفتكر مقبولة، أو بتصير على الكل أو ما بتصير بس على المسيحية. بالنسبة لموضوع انتخابات رئاسية مبكرة ولا استقالة، هذا في آليات دستورية اللي قادر يجمع اللي لازم يتجمع من أصوات ومن رأيته صحتين على قلب. هلا أنا بلاقيها هذا بخانة المزيادات لا أكثر ولا أقل، وعارفين مسبقا إنه ما في يعني ما عنده الإمكانيات يحصل على هذا، مشان هيك ما راح يطور وما راح يتكلم.